السلام عليكم خوتي، هذه خرجة الثالثة اليوم. جبرتوني عاد ساليت كنعرج رجلي، قسما بالله إلا صافي هي تعبت الصراحة. ربي اللي شاهد هي رجلي ديالي صافي. المهم انتقادا نكمل اليوم راجع فارس، هي نشوف الحالة بسم الله إن شاء الله كنخرج الشمر الروحي ديالنا اليوم. نزل لي قدام الله هادشي اللي كاين. تحياتي للجميع الدراري اللي كتحرك، الناس اللي كتقاتل، الناس اللي ما اللي عندها وكتنفق سبيل الله، ما تخافش من الفقر، لان الله عز وجل هو اللي كيبخر، هو اللي كي هو اللي كيغني. تحيه للجميع اللي عطى الله هذا. اشكروا الله، الله يتقبل منا جميعا، اللي قايمين على هذا المدينه يتحركوا. انا واخا نجي نعاودكم، يعني بلي شافت عيني، غادي نعاودكم في الصباح. والله ما كاين شي حاجه الله ما قدرت نصور، ما قدرتش كاين حالات كما قلت لكم المحافظه ما يمكنش تصور، الناس ما عندها متب، فهمتي، ما قادرينش يخرجوا، ما قادرينش يطلبوا، والله العظيم ما عندهم يصرفوا، ما قادرينش. كنتمنى هذيك المساعده اللي تصرف الدوله توصل لهم دغيا، ولا تنقدني يهديهم الله يعملوا شغلهم بلا توجهيات. هذا اللي كنطلب، الله يرفع علينا هذا البلاء.